بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا شباب، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسعادة وسلام. النهاردة يا شباب هنصور معاكو بيس 15 ومع الكابتن بودي. أهلا يا كابتن. ازيكم يا شباب؟ احنا النهارده هنلعب بيس 15 يا شباب، متوشة ودية قبل كاس العالم يا شباب. ماشي يا شباب؟ فهننزل عند المنتخبات تحت يا شباب، هنفتح اوروبا. ممكن مثلا انا اللي بتحرك دلوقتي يا شباب، ممكن انا بقى يا شباب اكون البرتغالي. انا البرتغالي يا شباب، واللي هيلعب ضدي مثلا هيكون في اوروبا هيكون بلجيكا. ماشي يا شباب؟ هي اهيت عندك يا شباب، هذا يتوت. هنشوف اليبس، هنخليها كل واحد يبسي اول، يبقى هما هو انت كده بيستاهل. بتجهز الشخصيات ولا هتدخل على الماتش على طول؟ هخش على الماتش يا شباب، نظبط الاعدادات، يعني هي كل حاجة موجودة. نخلي كل شوط 4 دقايق وكده يا شباب. دخلنا الماتش. هنشوف دلوقتي يا شباب ايه هيحصل جوه الماتش. المباراة بين مين ومين؟ البرتغال وبلجيكا تبقى مباراة حماسية يا شباب. طبعا الجماهير عمالة تشجع البرتغال اهي، وانا يا شباب البرتغال واللي ضد بلجيكا. انا معايا الكورة اهي يا شباب، انا معايا الكورة مع كريستيانو. الكورة مع كريستيانو، كريستيانو بيمشي، كريستيانو ماشي، شوطة من بره التمنتاشر صدها وصدها حارس دبيول المرمى، صدها. كورتوا، صدها كورتوا يا شباب. وهم ماسكين الكورة، بنحاول نقطع منهم الكورة، لكن هم ماسكين الكورة خالص يا شباب. كده يا شباب قطعنا هوبا، منهم الكورة، لكن مش عارف مالهم، مش عاوزين يمسكوا الكورة ايه. هناخدها من الواد هازارد. هازارد ماسك الكورة، على فكرة هيعملها هيضيع، يعني ايه ده؟ ايه كل الناس اللي واقعة دي؟ بصوا شباب، هازارد ماشي، اوبا، هازارد جون، جون 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 1-0. هازارد جاب جون يا شباب. ايدن هازارد جاب الجول الأول لبلجيكا. طبعا شباب جابوا فينا جون، جون جامد. بصوا يا شباب الجون مش من هنا، شوفوا كل الناس اللي واقع دي، شوفوا بيبي وقع ازاي. بيبي وقع اتقلب، وهنا هازارد قطع الكورة تاني. هازارد مشي وراح شايطها من هنا، جت جون. الحارس ما عرفش يشدها يا شباب، فهنا نتخطى كده يا شباب والكورة من معانا. هنحاول بقى نجيب جون بكريستيانو. ايوه كريستيانو، كريستيانو اتقطعت من كريستيانو ما عرفش ازاي. ماشي، اوعوا تجيبوا جون تاني يا شباب. كيفن دي بروين يا شباب، ده معاهم كيفن دي بروين وهازارد. خلاص فاول يا حكم، فاول ده ولا ايه؟ مش فاول، فاول تكتيكي. هنحاول نقطع من الواد ده كورة. كريستيانو قطع من الواد ده. المدافعين اللي بشعر طويل ده يا شباب مش عارف اسمهم، بس هما جامدين قوي. شوطة من عنده بره بره بره، يا خسارة. خارج الميدان يا شباب. كريستيانو شوطها من بره التمنتاشر، كانت هتخش جون، ولكن دايبت مايما كورتوا سوف يسددها. عملها كورتوا، كورتوا ماشي. شايفين بشعر طويل ده؟ ايوه ماشي. يا هنقطع منه الكورة، هنقطع منه الكورة. بيبي، بيبي كان عاوز يقطعها منه، ولكن فات الأوان. ضربة جزاء لو كعبته هنا. ماشي، حيفنا يا شباب نبعد الكورة. كابينا يا شباب، الحكم صفى، كايت أصفر، كايت أصفر يا شباب، كايت أصفر بتغير. هو أنا يا حكم رايح يكتب اهو، في كايت أصفر. قولي هنا كده يا بابا، انت بتشجع بتغير ولا بلجيكا؟ والله يا عبد الرحمن انا ما ماليش في الكوره، ما بعرفش العبها، فمش عارف يعني اقول لك ايه. يعني هو انت فريقك ايه؟ فايه بيتغير؟ هو احمد، ففريقك البرتغال ده ما مغلوب تقريبا، صح؟ مغلوب 1-0. 1-0.
يا شباب هنحاول نقطع منه الكورة. انا هعملها عرضية يا شباب، عاوز اعملها عرضية بس. ماشي يا شباب، ضايبة ميمة. ضربة ركنية دي ميمة تقريبا، دي ميمة. ضربة مرمى. ده الواد ده هنقطعها منه. بيبي عاوز ياخد كارت احمر شكله. هناخد الكرة. ماشي، كريستيانو كتتيجي يا شباب، كتتيجي جون. ولكن الدفاع عندهم دفاع جامد يا شباب، دفاع جامد قوي. ماشي شباب، ماشي 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 ماشي. بصوا يا شباب، دي اول فيديو يا شباب، فيديوهات ابي كاس عالم، متوشة ابي كاس عالم، ويخسر فيها يعني التأهيل لكأس العالم، او يعني مباريات التأهيل لكأس التصفيات. العالم، تصفيات تصفيات. ايه هيخسر يا شباب؟ ايه هيخسر؟ مش هيروح كاس عالم. وعلى فكرة عبد الرحمن هيعمل لكم سلسلة. سنسيت بيها يا شباب من كاس عالم لحد ما نخلص التصفيات ونخلص كاس عالم. بعد كده هنبقى نعمل لكم أوبا بره. يا كاكا يا شباب، يا كاكا. وفاضل قد إيه على الشوط الأولاني؟ الحكم صفر ولا لسه مصفر؟ يا فاضي دقيقة 36، دقيقة 36 يا شباب، مفاضيش كتير. والشوط الأول هيخلص. كيفن دي بيوين، كيفن دي بيوين، ماشي كيفن دي بيوين، دي بيوين، دي بيوين. ايه دي بيوين انت يا كاكا، يا كاكا. ايه هما كلهم صوت كده؟ ياه خارج يا ميدير يا كاكا. يا شباب كان هجيب جون تاني زي هازارد. ماشي، هي بيبي بيبي بيبي، ماشي بالكورة. بيبي بيبي يا كريستيانو رونالدو، كريستيانو، كريستيانو رونالدو، كريستيانو، 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 كريستيانو. الكورة عمالة تتقطع من كريستيانو يا شباب. البلجيكيين هيكسبوا البرتغال ولا ايه يا شباب؟ ويا ايه يوينا كده. اكتبولنا في التعليقات برضه يا شباب، انتوا بتشجعوا مين، او كنتوا بتشجعوا مين في كاس العالم اللي فات ده يا شباب. فاضي دقيقة وشوطي اول ينتهي. بيبي ينقذ الكورة من بعيد الجون. تنتهي شوطي اول ب1-0 بلجيكا. وكده يا شباب، دي تستنوا الشوط التاني بقى يا شباب، و تستنوا. بصوا يا شباب، ورجعنا لكم يا شباب للشوط التاني. احتحواذ يا شباب من عند بلجيكا، والمباصيات ما بتتقطعش من عند بلجيكا برضه، كل حاجة من عند وانت بلجيكا. لازم يعني تقول لهم الاحصائيات دي بتاعت الماتش. هنخش خش على على الشوط التاني على طول. يلا الشوط التاني هو يا شباب. يلا وصفر الحكم وانطلقت البداية. عاوزين بقى يا شباب، او اكتبولنا كده يا شباب، كنتوا بتشجعوا مين يعني، ويا بتشجعوا مين او لحد اكتبوا دلوقتي. انتوا عايزين نعمل لكم فيديوهات بين فريقين مين ومين، يعني مثلا قولنا برشلونة والنصر السعودي. يعني يا شباب عندنا النصر السعودي هنا برضه، راح في كريستيانو، بس هنا كريستيانو لسه في ريال مدريد. ولا نعمل لكم منتخبات عربية؟ ماشي، منتخبات عربية ممكن، بس هما يكتبولنا او لا، هنشوف ولا دلوقتي. الأهلي والزمالك؟ بس ماشي، انتوا أهلاوية ولا زملكاوية؟ اكتبولنا في التعليقات يعني كده انت يا شباب. أهلاوي ولا زملكاوي؟ بتشجع مين؟ زملكاوي. ايوه كريستيانو، كريستيانو، ماشي كريستيانو أوبا جول. بره. كانت بصوا يا شباب، بصوا كمية الفرص اللي احنا عمالين نجيبها وبتضيع. شكل بلجيكا فريقك هيتغلب يا باشا. كريستيانو عمره ما يتغيب. ليه يا حبيبي؟ ليه كريستيانو عمره ما يتغلب؟ ليه؟ عشان هما جامدين. لا ولا جامدين ولا حاجة. طب هتتغلب هتشوف. مش هتغيب. لا هتشوف. خش عليه. أبا ده فاول ده. الحكم ما بيصفوش، عشان الحكم كان بيتفرج على العصافير. يا راجل بيبي فين؟ بيبي اهو، بيبي جه الجون التاني اهو.
الجون التاني اهو، بيبي الجون جاب. التاني اهو اهو. اوبا، ليه فاول ده بقى؟ لا فاول يا حكم، فاهم فاهم فاهم. فاول يا حكم كده صح. دافيد تماس. تماس ايه؟ اه ده بره تماس. ماشي. كده خلاص مينفعش الجون مش التاني فاول ده يعني؟ ده فاول. 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 يلا اوبا، كيفن دي بروين شوتها جو. وينقذها بيبي. الحارس انقذها من على الخط يا شباب. ماشي انقذها. عاوزين بقى كريستيانو يا شباب يجيب جون يا شباب. يا عاوزين يا عاوزين كريستيانو يجيب جون والبرتغال تتعادل. قولوا لنا يا شباب في التعليقات يا شباب لو عاوزين البرتغال تتعادل. ايوه كريستيانو هو هيجيب جون. كريستيانو، ايه ده؟ فاول ده يا شباب. ماشي يا شباب ماشي. دي بيورن يا الواد ده. ماشي ماشي. ده مش فاول يا شباب، مش فاول. هنخش يا شباب كده، نخش نموت. انت سايب الكورة رايح فين؟ ماشي ماشي ماشي. أبا الحكم ما بيت. كيفن دي بيورن، كيفن دي بيورن، كيفن دي بيورن يا شباب، كيفن دي بيورن. يا ماشي. هازايت يا جدعان، عاوزين كريستيانو يجيب جون كده. دي بيورن. فاول يا حكم، فاول يا حكم، ما ينفعش كده يا حكم. ده فاول، ده فاول، فاول. استنى لما الحكم يصفي. صفى يا حكم، صفى. فاول. اما يا فاول من بعيد، من بعيد. ماشي ماشي. فاضل يا شباب الدقيقة 74 يا شباب. عاوزين نجيب جون كده في آخر دقيقة كده يا شباب بقى. أيوة أيوة، جون يا شباب. أي واحد جول واحد. أول بوتغي يا شباب. أي جول أول. بصوا كده يا شباب، هي دي كده يا شباب الجول. وداتي قاعدة نتخطاها يا شباب. ويا كاكا يا ديفن دي بيورن. ماشي ماشي. دقيقة 77 دلوقتي يا شباب. دقيقة 77 ينقذها. عاوزين ضربات ترجيح ولا ايه يا شباب؟ لا ترجيح ايه، احنا مش هندينا الترجيح، احنا هننهي الماتش على كده، ويبقى الناس هتزهق كده، ماشي. وهتنهيه على كده بقى، اقول لهم النتيجة الماتش كده خلص، ولا هتستنى لما الحكم يصفر؟ لما حكم يصفر بقى ماشي، نهاية لما حكم الشوط. يصفر تقول لهم وتقفل معاه. فاضل كام؟ الدقيقة 78، يعني هو تسعة كام وسبعين كل؟ هو 90 دقيقة. 90 دقيقة؟ ماشي. كريستيانو هجيب الجون التاني يا شباب، جون الكسبان يا شباب، جون يلا الفوز. بقى، يلا 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 يلا. اوبا، بره. خارج الميدان. كنت واقف يا شباب في حراسة المرمى عندهم. الدقيقة 82 دلوقتي يا شباب. فاضي 8 دقايق يا شباب والماتش يخلص. انا عندي اصلا ناس كده قوية جدا. عندنا بيبي وكيسيانو وكل الناس دول. كان المفروض كارت احمر بس هو الحكم ده فاول. ماشي. هي ماشي يافا حلوة جدا. فاول، فاول ده فاول. وهتبقى كارت اصفر، كارت اصفر، كارت اصفر. جاب الجون الاول يا شباب. ماشي يا شباب كده. الدقيقة 85 يا شباب، فاضل 5 دقايق يا شباب. ده 5 دقايق باللعبة يعني، مش بال هي اللعبة فيها 5 دقايق فيها عداد. شوفوا شوفوا الكورة كده يا شباب، شوفوا يا كوكا جابها ازاي. بس الحارس بتاعنا او هي طلعت بيا، يا طلعت بيا. هنرفعها عليا بقى المرة عشان ممكن يجيبوا جون. ماشي. احنا البرتغال شوطة 6 كور وبلجيكا جايبة 4 كور، شوطة 4 كور. ماشي شباب ماشي ماشي ماشي. كنا عايزين نجيب جون يا شباب، جون يفوز يا شباب، جون يفوز. فاضل دقيقة واحدة يا شباب على نهاية دقيقة. الشوط الثاني والمباراة. ايوه 4 دقايق وقت بدل ضايع. 4 دقايق وقت بدل ضايع. يا كوكا يا كوكا، هيجيبي جول ولا لا؟ يا كوكا عمال يقص. يا اوبا، كوكا بلن
يا يمكن يحقها بيبي. ايه ده؟ ده مش بيبي، ده مش بيبي. ماشي ماشي ماشي. يا دي جابي جوي قوي. ايه يا شباب، مش عاوزين يبقوا تكسب ايه؟ وصفر الحكم وانتهت وانتهى المباراة. المباراة بالتعادل يا شباب، التعادل اي ايجابي، وهنا تكون خلصت المباراة المباراة. اللي عجبه الفيديو ما ينساش. ومتنسيش يعمل لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. ويلا سلام، وصيرت يا شباب.